السلام عليكم. ستبقى الكلمة لذلك الفارس، ذلك الوقور كجبل مضى على شموخه ملايين السنين، الجريء كبندقية جده القسام، الصامت عن حكمة، الغائر في هم وطنه، المجروح مثلنا. إنني أراه واقفا هناك مثل جورية تفوح عطرا على المظلومين وتخلع أشواكها لتغرزها في عيني الجلاد. إنه هو الدم الذي يسري في عروقنا، الناطق الرسمي بأحلامنا، بحة الفرح في صوتنا، وشهد الندى في حلوقنا العطشة للحرية. أما أنتم أيها المارون بين الكلمات العابرة، احملوا أسماءكم وانصرفوا، وانسحبوا واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا، وخذوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة، منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، وعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء. آن أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. آن أن تنصرفوا ولتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل، فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. إذن في الفقرة الحوارية في ذكرى يوم الأسير، جمعة الشهداء والأسرى يحضرون مرة أخرى بتضحياتهم وبصمودهم وبصبرهم وبعنفوان عطائهم الجميل. في الحقيقة أولئك الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال منذ عقود طويلة من الزمن، لكنهم يعلموننا يوميا دروسا في العطاء وفي الصبر وفي التضحية، كيف لا، وهم الذين كانوا في صفوف المجاهدين قبل الأسر والاعتقال، ثم حولوا تلك المعتقلات إلى جامعات وإلى قلاع للثورة، ثم خرج جزء منهم ليس بالقليل في عمليات تبادل سابقة كثيرة، كان آخرها عام 2011،
وبقي آخرون ما زالوا يجاهدون حتى الآن في داخل سجون الاحتلال وسيخرجون إن شاء الله تعالى. الشعب الفلسطيني الوفي في مسيرات العودة الكبرى آثر أن يسمي هذه الجمعة القادمة بعد غد باسم الشهداء والأسرى، جمعة الشهداء والأسرى، هذا الاسم الذي يستحق أو تستحق الجمعة القادمة أن تحمله، فالشهداء الأكرم منا جميعا، والأسرى الذين يعلمون ماذا تعني التضحية، يعلمون ماهية الصبر، فالذين يقرؤون ويدرسون في الجامعات عن هذه المفردات والمعاني ليجدونها تطبيقا أو واقعا عمليا في حياة الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال. اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا عبر الأقمار مباشرة من مدينة غزة، الأسير المحرر الأستاذ علي المغربي، وهو أيضا الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى ومدير إذاعة طيف. أرحب بك معنا أستاذ علي. مساء الخير لك أستاذ يونس ولجميع الأخوة المشاهدين. مساء الخيرات. اسمح لنا أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير سويا ثم نعود للنقاش، فابقى معنا. كم التهديدات الإسرائيلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام ضد مسيرة العودة إلى حجم الخوف من الحراك السلمي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، مسيرة يطالب فيها اللاجئون بحق العودة التي كفلت لهم الأمم المتحدة. مسيرة العودة هي تحقيق لحق العودة الذي تحاول كل قوى الأرض شطبه. الفلسطينيون يجب أن يعودوا إلى أرضهم المهجرة ويمارسوا حقهم، وهذه المسيرة جاءت لإحياء هذا الحق. ويحسب النجاح في اختراق حاجز الصمت الإعلامي الدولي إلى التمسك بالسلمية برغم ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة المئات من الأطفال والفتيات والشبان، حتى باتت مسيرة العودة منصة إعلامية مسموعة ومرئية من العالم الذي ينتظر جمعة الشهداء والأسرى بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني. الأسرى ينشدون حريتهم والشعب الفلسطيني ينشد أيضا حريته بهذه الأرض، وهذا الموعود إن شاء الله لابد أن يأتي في يوم من الأيام، ما دام هناك شعب يتحرك نحو أرضه، ما دام هناك ذكرى تحيا بشكل دوري وتنعش هذه الذاكرة تجاه أن هناك أرض محتلة وتجاه أن هناك أبناء لنا معتقلون من أجل هذه الأرض، إذا سيأتي يوم يتحرر فيه إن شاء الله الشعب الفلسطيني. مسيرة العودة بطعم الوحدة الوطنية، كافة الفصائل الفلسطينية من خلف آلاف اللاجئين على الحدود الشرقية في كل يوم يؤكدون عزمهم على البقاء صامدين وإصرارهم على المضي قدما نحو تحرير الأسرى والعودة إلى أراضيهم التي هجروا منها قبل 70 عاما. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، أعود مرحبا بالأستاذ علي. أستاذ علي أهلا بك معنا من جديد. أهلا وسهلا أستاذ يونس. أولا وقبل أن نبدأ بالنقاش فيما يتعلق بموضوع الأسرى، ماذا يعني لكم إطلاق اسم على الجمعة القادمة اسم الشهداء، جمعة الشهداء والأسرى؟ بداية أحب أن أوجه تحية إعزاز وإجلال وإكبار لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال في ذكراهم التي تمر علينا في كل عام في 17/4 من كل عام. هذا اليوم الذي يحشد فيه الشعب الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني كل طاقاته وإمكانياته وأقلامه وعقوله من أجل أن ينقل قضية الأسرى من الهم الخاص، أن ينقلها من منزل الأسير، أن ينقلها من قلب أم الأسير، ينقلها من قلب ابن الأسير، ينقلها من أخ الأسير، من حارة الأسير إلى الشعب الفلسطيني ككل، وينقلها من الشعب الفلسطيني إلى الهم العربي، ينقلها من الهم العربي إلى الهم العالمي، لنؤكد أن هناك قضية حقة وهي الحرية التي كفلتها الشرائع السماوية والأعراف المجتمعية والقوانين الدولية لكل إنسان موجود على هذه الأرض. نؤكد لأسرانا البواسل، أنتم البوصلة، أنتم من كنتم على خط الدفاع الأول وما زلتم إلى هذه اللحظات تقارعون العدو وأنتم في داخل سجونه. بالنسبة لسؤالك أخ يونس، ماذا تعني لنا تسمية يعني جمعة الشهداء والأسرى؟ تعني لنا الكثير. أحب هنا أن أؤكد من هم الذين يذهبوا
إلى الحدود الشرقية في مسيرات العودة، تذهب الفتاة ويذهب الشاب وتذهب الأم وتذهب المرأة ويذهب الرجل ويذهب الشيخ الكبير الطاعن في السن. وهناك أنا رأيت بعض المشاهد، يذهب ناس على الكروسة وعلى العرباي لينعشوا الذاكرة الفلسطينية وليقضوا على مقولة بني صهيون التي كان دائما يرددها قادتهم، أن الكبار يموتون والصغار ينسون. تأتي مسيرات العودة ليبطلوا هذه المقولة وليحكموا عليها بالانتهاء وبالزوال. جمعة الشهداء وجمعة الأسرى هناك نقاط مشتركة رائعة جدا ما بين الشهداء وما بين الأسرى وما بين مسيرة العودة، عناوين كبيرة جدا في ميزان الشعب الفلسطيني، عناوين رائعة جدا في ميزان القضية الفلسطينية. هذه القضايا تجمع ولا تفرق، هذه القضايا تشد ولا تشدد، هذه القضايا دفعت بجميع أبناء الشعب الفلسطيني من كامل أطيافه وفصائله بالزحف نحو الحدود، بغض النظر عن لونه أخضر أم أحمر أم أصفر، لا يهم، المهم أني فلسطيني وأريد أن أعود إلى أرضي، المهم أني فلسطيني وأريد أن أحيي ذكرى يوم الأسير. من النقاط اللقاء المشترك أن الشعب الفلسطيني يريد أن يعود إلى أرضه، ويؤكد على ذلك عبر مسيرات العودة، وكذلك في ظلال إحيائنا ليوم الأسير الفلسطيني نؤكد أيضا، كما نؤكد على حريتنا بالعودة إلى أرضه، نؤكد أيضا على حرية أبناء من هذه السجون. نقول أن الأسرى والشهداء ومسيرات العودة هي دلالة عافية وهي مؤشر صحة لدى المجتمع الفلسطيني. هناك نعم، ومن دلالات العافية ودلالات البركة لدى الحركة الأسيرة هي أنها تقود الجماهير من داخل سجون الاحتلال وتقترح الحلول وتحاول أن تعيد للشعب الفلسطيني يعني هذه الحكمة التي يفتقدها كثير من قياداته مع الأسف. ولعلي أستحضر هنا وثيقة الأسرى على سبيل المثال، التي كانت هي الوثيقة التي تمت صياغتها في سجون الاحتلال وأصبحت فيما بعد هي المادة الأساسية للحوار الفلسطيني إلى أن تطورت وأصبحت وثيقة وفاق وطني، لكن للأسف هناك إصرار من بعض الأطراف هنا أو هناك على عدم تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتوحيد جهوده. أقصد بذلك أن هذه الحركة الأسيرة حضرت بقوة في الحقيقة خلال محطات مهمة جدا من تاريخ الشعب الفلسطيني. هل من إطلالة سريعة على هذا الموضوع؟ نعم أخي يونس والأخوة جميع المشاهدين، المحتل الصهيوني من يعتقل؟ المحتل الصهيوني من يضع في سجونه؟ يضع النخب المثقفة، يضع الناس الواعية، يضع أصحاب الهمم والعزائم، يضع من يمكن أن يؤثروا على مشروعه الاحتلالي ومشروعه الاستيطاني ومشروعه الصهيوني ومشروعه التهويدي بسلب الأرض وسرقة الأعمار وسرقة الإنسان وسرقة أرض فلسطين. نعم الأسرى يشكلون دائما الطليعة في المجتمع الفلسطيني. وثيقة الوفاق التي تحدثت عنها، أنا كنت ما زلت في وقت أذكر ما كنت في سجن هدريم، وحدثت يعني حركة رائعة جدا داخل السجون شعورا بالحس الوطني والانتماء للمجتمع الفلسطيني لإعادة اللحمة إلى أبناء شعبه كافة. تم تشكيل لجان من الفصائل كافة ومن عدة سجون، وتم التحاور وأخذت فترة طويلة حتى خرجت بالنضج الذي خرجت به، ولقت قبولا رائعا لدى المستويات السياسية كافة في المجتمع الفلسطيني. ولكن كما قلت هناك الكثير من العراقيل وبعض الجهات التي لا تريد أن يكون هناك يعني وفاق بين أبناء المجتمع الفلسطيني. نعم الأسرى هم طليعة وهم في داخل الأسر، وإذا خرجوا سيكونون أيضا الطليعة وسيقودون إن شاء الله الحراك نحو التحرير، مع احترامنا طبعا لكل يعني عقول ومقدرات وطاقات الشعب الفلسطيني الموجودة في الخارج والتي لم تخض تجربة الاعتقال أو الأسر. نعم أستاذ علي، دعنا ندخل أكثر إلى أوضاع الحركة الأسيرة في هذه الفترة. أبرز معالم المعاناة والمأساة في سجون الاحتلال فيما يتعلق بأوضاع الأسرى.
فعلا أخي يونس، أنا حقيقة سعيد جدا أن أخرج عبر يعني فضائية الرافدين لننقل قضية الأسر يعني من الهم الداخلي الخاص الفلسطيني إلى الهم العربي، ليتعرف الشارع العربي على مدى الظلم الذي يقع على الشعب الفلسطيني ممثلا ومختزلا بنموذج الأسرى. الشعب الفلسطيني تقريبا منذ عام 1967 تعرض ما يزيد عن 1 مليون فلسطيني لحالة اعتقال من الاحتلال الصهيوني، عدد كبير جدا يعني بمعدل 40 حالة اعتقال بشكل يومي دون هدوء وبطريقة متواترة جدا. عام 2017 كان عاما قاسيا، عاما صعبا، عاما مرا مر على الأسرى بكافة شرائحهم. إن أردنا أن نتحدث بلغة الأرقام، نحن نتحدث عن 6500 أسير يقبعون الآن في سجون الاحتلال، منهم ما يزيد عن 62 امرأة، وهناك أيضا ما يزيد عن 350 طفلا، وهناك أيضا ما يزيد عن 500 أسير بالاعتقال الإداري. وسنأتي للحديث عن الاعتقال الإداري ومدى خطورته ومدى يعني منهجية الاحتلال في استخدام هذا النوع من الاعتقال. هناك ما يزيد عن 1800 مريض يقبعون في سجون الاحتلال، منهم 26 حالة مصابون بالسرطان، منهم عدد كبير مقعد لا يستطيع المشي، منهم بعض الأسرى الكفيفين الذين لا يستطيعون الرؤية. إذن نحن نتحدث عن عام 2017، عام كان ثقيلا جدا، مر بدقائقه وبساعاته وبثوانيه على الأسرى وعلى أهاليهم بشكل كبير جدا. نعم، يعني عندما تتحدث عن وجود مرضى ووجود أطفال وكذلك اعتقال إداري، ربما هذه المصطلحات تعد جديدة. نرجو أن نقوم بشرح سريع عن كل موضوع من هذه الموضوعات. دعنا نبدأ على سبيل المثال بموضوع الأسرى المرضى. على سبيل المثال، المرضى داخل سجون الاحتلال كما تفضلتم عددهم تقريبا 1800 مريض بأمراض كثيرة مزمنة، منها السرطان وغيرها من الأمراض الخطيرة. ماذا يعني أن يكون الأسير مريضا؟ هل يتلقى علاجا؟ هل هناك متابعات في المستشفى أو عيادة السجن أو ما إلى ذلك؟ أرجو أن تعطينا توضيح أكبر. نعم، بشكل عام نضع قاعدة للحديث هنا عن وضع الأسرى في داخل السجون سواء على صعيد المرضى والأدوية أو على صعيد الطعام. إدارة السجون الصهيونية يعني تعطيك أي شيء قد تعطيك إياه من دواء أو طعام فقط لتعيش وليس لتحيا، لتعيش ليبقى بك رمق من الحياة ولكن ليس لتحيا كإنسان بأدميتك وبكرامتك التي كرمك الله إياه وبما كفلته طبعا القوانين الدولية. إن أردنا أن نتحدث عن قطاع المرضى أو شريحة المرضى في سجون الاحتلال، حقيقة يعانون الأمرين. يعني أنا من الأسرى الذين أصبت ببعض الأمراض وخرجت من داخل السجون، يعني أمضيت 10 سنوات في سجون الاحتلال، خرجت وقوة دمي تقريبا كانت 8، وكنت أعاني من بعض الأمراض في داخل المعدة، الحمد لله تعافيت منها الآن. ولكن المريض أو الأسير عندما يصاب بالمرض لا يتلقى أي نوع من أنواع العلاج إلا النذر اليسير الذي يسكن له آلامه، ولا يعطونه الدواء المناسب. هناك ما يزيد عن 700 حالة من الأسرى المرضى بحاجة إلى تدخل علاجي سريع، وهذا قد كفلته القوانين الدولية حسب اتفاقية جنيف الرابع، أن للأسير الحق بإدخال أطباء من الخارج لمعاينته ومعاينة مرضه وإعطائه يعني التوصيات المناسبة وصرف الأدوية المناسبة من قبل إدارة الدولة الآسرة له. إلا أن المحتل الصهيوني طبعا يضرب عرض الحائط هذه الاتفاقيات. هناك ما يسمى عندنا في داخل سجون الاحتلال سجن مستشفى الرملة، أو بمصطلح الأسرى هو مسلخ الرملة. عشرات الحالات تقبع في هذا المشفى لفترات طويلة دون أن يقدم لها العلاج المطلوب، وإنما يقدم لها مسكنات فقط لتحيا. ولا أدل مما أقول على أن هناك ما يزيد عن 80 إلى 100 حالة من الأسرى ارتقوا وسجلوا في عداد الشهداء، طبعا استشهدوا في داخل السجن على أثر الإهمال الطبي من قبل إدارة السجون. نعم، طيب فيما يتعلق أيضا بموضوع الأسرى من الأطفال، يعني هذه الدولة بكل هذه القوة والعنجهية تخشى بعض الأطفال فتعتقلهم بتهم يعني غريبة، أحيانا قذف الحجارة أو غيرها من التهم، ويبقى الأطفال الطفل معتقلا ثم يخرج في إقامة جبرية
وهكذا. ألا يبدو هذا الموضوع خطير جدا وحساس بالنسبة للأطفال، وأن هذا الاحتلال هو الوحيد في العالم الذي يقوم بذلك؟ نعم، هو موضوع خطير جدا، والاحتلال الصهيوني يعني يمارسه بطريقة ممنهجة بقرار من أعلى المستويات إلى أسفل المستويات في دولة الكيان الصهيوني. وأنا أريد أن أذكر هنا على سبيل التندر وشيء حدث، يعني لي أخ أسير الآن في سجون الاحتلال منذ 18 عاما، وله طفل كان عمره أذكر 7 سنوات، وتقدم طبعا ليزور والده بما كفلته القوانين الدولية، فجاءه الرد من محاكم الاحتلال بالمنع، والمبرر أن هذا الطفل يشكل خطر على أمن دولة إسرائيل. هناك صفاقة بالرد، هناك وقاحة بالتعامل مع قضية الأسرى الأطفال. على أي شيء قد يعتقل الطفل؟ على ضرب حجر، على قد يكون يسير في الشارع، قد يكون يسير في مسيرة سلمية يتم اعتقال الطفل. طبعا ليس فقط ذلك، وإنما أيضا يعامل كما يعامل الأسرى الكبار، يعني يدخل إلى غرف التحقيق وقد يمكث الأسير الطفل مدة 20 يوم و40 يوم ومدة شهر ومدة شهرين في داخل أقبية التحقيق، بما لا يتلائم مع نضجه النفسي، وبما لا يتلائم مع نضجه العقلي، وبما لا يتلائم مع تجربته في الحياة، مما يؤثر للأسير الشبل أو الأسير الطفل، يشكل له صدمة نفسية، وقد يتأثر أيضا بصدمة عقلية. وهناك العديد من الدراسات والإحصائيات التي أجريت أن عدد لا بأس به من الأسرى الأطفال خرجوا وهم مصابون ببعض هذه الصدمات، وأخذوا فترة لكي يعودوا ويندمجوا بالمجتمع من جديد بطريقة صحية وبطريقة سليمة تنسيهم وتنهي ما مروا به من مأساة. وأريد أيضا أن أؤكد على نقطة مهمة جدا، أن الاحتلال الصهيوني ينتهك بصريح العبارة، يعني هناك عبارة في اتفاقية حقوق الطفل العالمية تقول أن يعني يمنع اعتقال الأطفال القصر دون سن 18، وإن كان ولا بد من اعتقالهم فلمدد محدودة وبأحكام صغيرة جدا. الاحتلال ينتهك هذا القانون ويحكم أحكام عالية على الأسرى، وأنا أمثل بين يديك، أنا تم اعتقالي وعمري 16 عاما وحكم علي 230 عام وأنا عمري 17 عاما يعني بانتهاك واضح للقانون الدولي. أضف نقطة أخيرة أخي يونس بالنسبة لقضية الأسرى الأطفال، وأريد أن أؤكد أن أعطي الهدف منها، وهي فرض غرامات عالية ومرتفعة جدا على الأسرى الأطفال. وأتحدث هنا بلغة الأرقام، في 3 شهور الماضية من عام 2018 هناك ما يزيد عن 400,000 شيكل غرامات على الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال. هذه الغرامات العالية جدا التي تفرض على الأسرى، من سيدفعها؟ سيدفعها أهالي الأسرى. لماذا يعني تفرض هذه الغرامات العالية؟ تفرض هذه الغرامات العالية لقتل روح المقاومة لدى أبناء الشعب الفلسطيني، لدى الجيل الجديد، يقومون بعملية كي وعي للجيل الجديد الذي يخرج من أبناء الشعب الفلسطيني. نعم. لكي يؤكدوا مقولتهم والأطفال ينسون، وهذا إن شاء الله لن يتم. لكن أنت أستاذ علي لو أمضيت 230 سنة لم نكن سنلتقي يعني، ولكن قدر الله عز وجل أن تمضي 10 سنوات من هذه، يعني أحكام الله أحكام غريبة جدا، حكم الله كان 10 أعوام. نعم، أحكام نعم غريبة. نعم. جدا. على أي حال يعني الفرج قريب، ولا سنأتي في الحقيقة إلى هذه النقطة، مسألة الإفراج أو تحرير الأسرى، وهي نقطة مهمة في أجندة المقاومة الفلسطينية. هناك موضوع غاية في الخطورة، وهو ما يسمى بالاعتقال الإداري، وهذا الاعتقال الإداري هو الكابوس الحركة الأسيرة، بحيث أن المعتقل يعتقل ثم يجدد اعتقاله مرارا بدعاوى ومسوغات غير مقنعة تتعلق بأسرار لدى المخابرات أو ملفات خاصة أو كذا. أريد أن تشرح أكثر عن هذه الحالة، وماذا يشكل لكم في الحركة الأسيرة هذا الموضوع المزعج؟ نعم، الاعتقال الإداري موضوع مقلق جدا ومأساة، يعني تصيب العديد آلاف المنازل من والعائلات من أبناء الشعب الفلسطيني أصيبت بهذه العلة ما يسمى بالاعتقال الإداري. ولكي نوضح للمشاهد الاعتقال، ماذا يعني الاعتقال الإداري؟ هو أن تأتي قوات الاحتلال وتأخذ مواطن فلسطيني وتزج به بالسجن، فيسأل المواطن الفلسطيني لماذا أنا موجود بالسجن، فيقولون له
هناك قضايا وملف سري لا نستطيع إطلاعك عليه. بالوضع الطبيعي لابد أن يكون هناك يعني قضية ما بين الطرفين وهناك محكمة لكي تحكم ما بين الطرفين، المحتل والمواطن الفلسطيني. الأصل أن يكون هناك محكمة ما بينهما. الأسير يزج بالسجن دون أي تهمة، الأسير يطلب من المحكمة أن تقدم النيابة ما هي التهمة التي أسر أو اعتقل بناء عليها، ويمضي الآن يعني خيرة سنوات عمري وهو في داخل الأسر. النيابة ترد أن هذا ملف سري لا يمكن الاطلاع عليه، وهو يمس بأمن دولة الكيان الصهيوني. فالمحكمة ترد على الأسير بنفس الكلام، يطلب المحامي أن يطلع على الملف، يقول له ملف سري. وهكذا دواليك، يجدد الاعتقال الإداري كل 6 شهور أو كل 4 شهور بشكل متتالي على الأسير الفلسطيني. طبعا هناك انتهاك كبير جدا من المحتل الصهيوني للقانون الدولي في هذا الشأن. القانون الدولي ينص على أو يجيز استخدام الاعتقال الإداري ضمن الأحكام العرفية في فترات يعني زمنية محددة جدا، لفترات زمنية محددة جدا ولحالات معينة. أنا الآن أتحدث عن 52 ألف حالة اعتقال منذ عام 1067، منها 30 ألف اعتقال أو قرار اعتقال إداري منذ عام 2000 وحتى اليوم ضد أبناء الشعب الفلسطيني. إذا نحن نتحدث عن سياسة ممنهجة أصبحت تمارس كالروتين العادي ضمن القضايا الروتينية في المحاكم، في المحاكم الصهيونية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. طبعا أهم ما قد يمر به الأسير الإداري أن الأسير الإداري في كل 6 شهور يجدد له الاعتقال. يعني على سبيل المثال، أذكر على سبيل المثال قبل عدة أيام جاءنا خبر من أحد السجون أن هناك أسير من المفترض أن يفرج عليه اليوم، وفعلا يعني لبس وضبط أواعيه وخرج إلى من داخل يعني قسم الأسر الذي هو موجود به، وأبلغنا المحامي أن الأسير سيفرج عنه خلال الدقائق القادمة، وأنزلنا خبر طبعا بذلك أن الأسير تم الإفراج عنه. تفاجأنا بعد عدة ساعات أن قوات الاحتلال جاءت إلى الأسير وقامت باعتقاله من أمام باب السجن. هذا هو الاعتقال الإداري بالمثال، إنك أنت بتروح بترجع بتم اعتقالك، تمضي عام وعامين. وأذكر هنا على سبيل المثال الشيخ رزق الرجوب 13 عاما وهو في الاعتقال الإداري دون أي تهمة موجهة له. عايد الدين ما يزيد عن 5 أعوام، الشيخ أبو همام النتشي ما يزيد عن 10 أعوام في الاعتقال الإداري. وهكذا دواليك، سرقة متعمدة كما سرق الأرض وكما سرق المال، يريد أيضا أن يسرق أبناء الشعب الفلسطيني. ومن الذين يتعرضوا للاعتقال الإداري؟ هم خيرة ونخب الشعب الفلسطيني. لا يريد الاحتلال الصهيوني أن يكون هناك بيت فيه موعظة متحركة وفيه حافز وبؤرة نور للشعب الفلسطيني. عندما يجدون إنسان صاحب عزيمة وهمة حتى وإن لم يتحدث بشيء، مجرد وجوده في الخارج يشكل له مشكلة، يقومون باعتقاله اعتقالا إداريا. ناهيك عن ذلك أخ يونس والإخوة المشاهدين، مسألة خطيرة جدا حدثت قبل فترة. جاء الجيش الصهيوني في منطقة رام الله وقام باعتقال أحد أبناء الشعب الفلسطيني من مدينة رام الله. ومن أبلغه بالاعتقال الإداري؟ أبلغه ضابط الجيش الذي جاء لاعتقاله. إذن أين المحكمة في هذا الأمر؟ إذن أين العدالة في هذا الموضوع؟ إذن أين التهمة في هذا الموضوع؟ إذن سياسة الاعتقال الإداري هي سياسة متعمدة من أعلى المستويات في دولة الكيان الصهيوني تمارس. وهذه المحاكم التي تقوم بفرض أو بإعطاء أوامر الاعتقال الإداري هي محاكم صورية ساقطة لاغية بعرف القانون الدولي وبعرف طبعا بالعرف المجتمعي. وأؤكد هنا أو أذكر هنا أن الأسرى الإداريون في عام 2014 واحتجاجا على الاعتقال الإداري بسبب ارتفاع وتيرة الاعتقال وأوامر الاعتقال الإداري ضد أبناء الشعب الفلسطيني، قاموا بإضراب مفتوح عن الطعام لمدة 62 يوم، وحدثت على إثره حراك كبير، حدث على إثره حراك كبير في المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وكان أحد إرهاصات طبعا حرب 2014. والآن الأسرى الإداريون يقومون منذ 63 يوم بمقاطعة المحاكم الصهيونية الصورية كخطوة أولى، سيتبعها عدة خطوات تصعيدية في قابل الأيام إن لم يكن هناك استجابة من المستوى السياسي الصهيوني ومن إدارة السجون ومن الجيش الصهيوني. 500 أسير تخطف أعمارهم، تسرق أعمارهم، تسرق اللحظات الجميلة من حياة أبنائهم وحياة زوجاتهم. قبل فترة كنت أتحدث مع زوجة أحد الأسرى الإداريين، قالت لي أتمنى أن يمر عليه 6 شهور ويكون زوجي معي ومع أبناء. إذن هناك قرصنة وسرقة لأعمار أبناء الشعب الفلسطيني عبر ما أجازه القانون الدولي، ولكن بطريقة فيها انتهاك للقانون الدولي مع الأسف الشديد.
دعني أذكر بعض المعلومات المهمة. يعني من بين الأسرى هناك 48 أسير مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عام بشكل متواصل، منهم 25 مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، وأقدمهم هو الأسير كريم يونس وماهر يونس أيضا، وهم معتقلان منذ 35 عاما. بعض الأسرى الذين أمضوا يعني 34 عام أيضا تقريبا، منهم الأسير نائل البرغوثي أفرج عنه في عملية وفاء الأحرار، ثم أعيد اعتقاله عام 2014 وأعاد الاحتلال حكمه السابق، أعتقد كذا و30 يعني مؤبد. ماذا يعني والأحكام؟ طبعا الأحكام بعشرات المؤبدات، بعض الأسرى لديهم عشرات المؤبدات وبعضهم لديهم بضعة مؤبدات، والمؤبد هو 99.6 ساعات من السنوات، يعني مدى الحياة مثلا على سبيل المثال 67 مرة كما حصل مع عبد الله البرغوثي وغيره. ما هذا يعني في حقيقة؟ ما هذا يعني ما هذه الأحكام؟ والله هذا يعتبر طبعا جنون، يعتبر يعني قرصنة. هذه دولة بوليسية تريد أن تسرق الأعمار، تريد أن تقتل، ولكن بطريقة تتماشى مع سادية هذا المحتل، وتتماشى مع نفسية يعني هؤلاء القوم البغضاء. أنت تتحدث عن تقريبا ما يزيد عن 12 أسير أمضوا فوق 30 عام. يعني المجتمع الدولي والمجتمع العالمي يتغنى عادة بنيلسون مانديلا، وهو رمز للحرية وقتل العنصرية وإنهاء فترة العنصرية في جنوب إفريقيا. نحن يا مجتمع يا عالم عنا عشرات من نماذج نيلسون مانديلا، لا أحد يتغنى بهم. لذلك نحن نريد أن ننقل قضية الأسرى من الهم الفلسطيني الداخلي إلى الهم العالمي. يعني المجتمع الصهيوني عندما أسر شاليت وهو في عملية عسكرية، والآن عندما أسر على يد المقاومة هدار جولدن وشاول أرون، ذهبوا بقضاياهم إلى مجلس الأمن، وذهبوا بقضاياهم إلى الجمعية العمومية وإلى كل المحافل الإعلامية في العالم. لذلك نحن ندعو يعني جميع وسائل الإعلام، ونطلب من كل من له علاقة بالقضية الفلسطينية وكل من يحب الحرية ويسعى وراء إظهار الحقيقة أن يكون عون لهؤلاء الأسرى. أنت تتحدث عن أرقام جنونية، يعني نائل البرغوثي 38 عام بشكل متراكم في سجون الاحتلال، والله رقم الإنسان لا تخيله. يعني أنا بعض الأحيان أجلس مع بعض الأصدقاء أو مع بعض الأصحاب أو في بعض الندوات والجلسات نتحدث عن هذا الأمر، يعني رقم لا يعقل. 38 عام في سجون الاحتلال، يعني سقطت دول وخرجت دول وماتت ناس وطلعت ناس وخرجت جامعات، يعني حياة مشيت. لماذا تسرق هذه الأعمار من أبناء الشعب الفلسطيني ولا يوجد هناك أي حراك؟ المحتل معني بصر. يعني أنا أذكر في أقبية التحقيق، عندما كنت في أقبية التحقيق قال لي أحد المحققين في المسكوبية في منطقة القدس، حكى لي أنا مش حريحك وأعدمك، أنا حخليك تموت بشكل بطيء، أنا حخليك في داخل السجن هنا تكبر وتهرم وتخمج وتموت، مش حتطلع من السجن غير بكيس أسود. هو يريد أن يقتل ويكسر إرادة الشعب الفلسطيني عن طريق حرق أعمار الشعب الفلسطيني في محرقة سجون المحتل. لكن أستاذ علي، أنا له ذلك يعني في دقيقة واحدة، الأمل لا يستطيع الاحتلال أن يحبس أشعة الشمس ويحبس الهواء عن الأسرى ويحبس عنهم الحرية. الحرية قادمة، هذه مسألة وقت يعني. واللي حصل 1420 أسير تقريبا في 2011 في، أنا أقول أنها عملية وفاء الأحرار وليست صفقة، هي عملية محكمة من الألف إلى الياء، من لحظة أسر الجندي شاليط إلى لحظة الإفراج عنه 5 سنوات ونصف في الأسر إلى آخره. يعني هذه مسألة أسطورة، معجزة فلسطينية في الحقيقة، الإفراج عن هؤلاء الأسرى رغما عن الاحتلال. وهناك قوائم يجب أن تجهز الآن، ونعود مرة أخرى لعناق الحرية، ومئات الأسرى سيخرجون قريبا. كلمة سريعة في دقيقة. سلم لسانك، فعلا هي عملية محكمة استمرت مدة خمسة أعوام حتى وصلنا وحققنا مبتغانا وما نريد. أملنا بالله أولا، ثم بالأيدي المتوضئة من أبناء شعبنا المقاومة. الأسرى فعلا ينتظرون الأمل، وضعوا أملهم في أبناء شعبهم بعد الله سبحانه وتعالى. نحن نهيئ أنفسنا إن شاء الله لصفقة وفاء أحرار ثانية، رغم أنف العدو. هذا العدو طبعا ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يا بني إسرائيل
إسرائيل يقتلون 70 نبيا في أول يومهم ويقيمون سوق بقلهم في آخر نهارهم. نحن نتعامل مع أنكى الجبلة على وجه الأرض، هذه الجبلة لا تفهم إلا لغة القوة. كان السجان في داخل السجن يقول لنا وقالها لي: لن تأخذوا منا شيء إلا بالقوة. هو لا يفهم إلا هذه اللغة، لن نؤمن بالسياسة لأنه هو لا يؤمن بها، ولن يؤمن بطريق المفاوضات ونحن لن نؤمن بها. بطريق القوة إن شاء الله سنحرر أسرانا، وكما حدث في صفقة وفاء الأحرار واحد إن شاء الله سيحدث صفقة أحرار اثنين. ونقول إن شاء الله لجميع فصائل المقاومة: عرفتم، فالزموا، وسيستمر هذا الطريق، وإن شاء الله نكون قريبا بإذن الله مع أسرانا وتبيض جميع السجون ولا يبقى بها أحد إن شاء الله. ومع ذلك على الله بعزيز. شكرا لك أستاذ علي المغربي الناطق باسم مكتب أسرى، مكتب إعلام الأسرى، كنت معي مباشرة من مدينة غزة، ونتمنى إن شاء الله الإفراج العاجل والحرية العاجلة لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال الصهيوني. وهنا أشير إلى نقطة في منتهى الأهمية. عام 1974 المجلس الوطني الفلسطيني جعل من 17 من نيسان إبريل من كل عام يوم الأسير الفلسطيني، ومنذ ذلك اليوم نحن نقف معهم في هذا اليوم وقفة خاصة، ولكن هم جزء لا يتجزأ من حياتنا، وهم أحبابنا وتجار رؤوسنا إلى أن يخرجوا إن شاء الله محررين. ومن الذين خرجوا في العملية السابقة، عملية كانت معقدة كما قلنا من الألف إلى الياء، أسرت المقاومة جنديا صهيونيا، بقي في يد المقاومة مأسورا حتى شارف على 6 سنوات في الأسر، 5 سنوات ونصف. بعدها دخلت المقاومة في مفاوضات طويلة مع الاحتلال الصهيوني إلى أن أفرجت عن 1420 أسير تقريبا أو أكثر قليلا. اليوم نحن ننتظر عملية تبادل أخرى بعد أن قامت المقاومة الفلسطينية في حرب 2014 بأسر جنود آخرين، لم يصرحوا بالعدد في الحقيقة، لكن قالوا أن واحدا منهم هو يعني موجود، وربما 3 آخرين أو 2 آخران، وحول حالتهم الصحية أيضا لا أحد يعرف سوى المقاومة الفلسطينية. نحن على موعد آخر مع الحرية، أسرانا لن يبقوا ولن يموتوا ولن يشيخوا في السجون إن شاء الله تعالى، ما دام فينا عرق ينبض، وما دام فينا مقاوم يتنفس، وما دامت في بندقيتنا رصاصة، ولو كانت الرصاصة الأخيرة، الشرفاء الشهداء الأحياء لا يتركون أبناءهم ولا يتركون علماءهم داخل سجون الأسر. هؤلاء العلماء والأبناء والقادة الذين خرجوا وأصبحوا قادة المجتمع الفلسطيني وقادة فصائله، ويعملون على قدم وساق من أجل تحرير فلسطين إن شاء الله تعالى. موعدنا قريب مع الحرية، وموعدنا معكم بعد فاصل قصير في فقرة أخرى، فابقوا معنا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم في زهرة المدائن، دعونا نطالع آثار الحضارة الرومانية في مدينة القدس المحتلة. الحضارة الرومانية بدأت عمليا في بلاد الشام بالمئة قبل الميلاد، لكن وجودها الرسمي داخل مدينة القدس بدأ بدخول بومبي مدينة القدس عام 63 قبل الميلاد، ومن هنا بدأت الحضارة. تتميز الحضارة الرومانية ب نشاطها المعماري القوي جدا، كانت القدس ضمن
هذه المظلة التجديدية في عهد الإمبراطورية الرومانية، فبنى مدينة القدس حسب النظام الهيبودامي أو نظام مدن الشبكات الذي ارتآه هادريان ليبني المدينة، وهي نظام المدن المربعة التي يقسمها شارع من الشمال إلى الجنوب ويسمى الكاردو، ويقاطع هذا الكاردو الكثير من الشوارع التي سميت دوكومانوس. مدينة القدس أخذت تشكيلتها المعمارية من هذه الفترة بالذات، وبالتالي أصبحت المدينة ضمن مساحة جغرافية محددة، بأن وضعت المدينة ضمن سور بناه هادريان عندما بنى مدينة القدس، وبنى الأقواس الثلاثة الموجودة في مدينة القدس التي تسمى بأقواس النصر، واحد منها طبعا في الجهة الشمالية الرئيسية من المدينة، وهو ما يسمى باب العمود الذي يوجد تحت باب العمود الحالي. ومن هذه الفترة أيضا جاء اسم باب العمود، حيث وضع وبنى هادريان ساحة نصف دائرية خلف قوس النصر مباشرة، وضع في مركزها عمود طوله 16 متر، وضع عليه تمثاله، وبذلك سمي باب العمود نسبة إلى هذا العمود الموجود الذي دمر بزلزال عام 749 ميلادي. وماذا نعني بقوس النصر؟ هو أحد المداخل إلى المدينة، يتكون من ثلاث مداخل. المدخل الأوسط هو المدخل الأوسع، وهو ليس ظاهراً في هذا المكان، بينما يظهر فقط البوابة الصغيرة إلى الشرق من المكان، بينما ثمرت الأبنية المملوكية والعثمانية وسور القدس الأبنية الرومانية، ما عدا الجزء الذي حفر في فترة السبعينات على يد علماء أثار بريطانيين. أكثر المصادر توثيقاً لهذا المعمار الروماني الكاردو والديكومانوس والأحياء الصغيرة والخريطة الهيبودامية أو الطريقة الهيبودامية في بناء المدينة هي خارطة اكتشفت في أرضية كنيسة في مدينة مادبة الأردنية، اكتشفت عام 1938، وهي تظهر الكثير من المعالم المعمارية الرومانية التي أعطت إشارة لباب العمود وبداية التفرع بعد المساحة النصف دائرية أو الساحة النصف دائرية، ثم المدرج الذي يتماشى مع طبوغرافية مدينة القدس ليتفرع إلى كاردو أعلى وكاردو أسفل، وهو ما يؤدي إلى طريقين أو بابين من جنوب المدينة، باب النبي داود وباب المغاربة. من مدينة القدس إلى بيت لحم، بيت الخبز ومدينة السلام، فالمشاهد. مدينة بيت لحم، بيت الخبز أو مدينة السلام، عرفت بقداستها عند المسيحيين في شتى أنحاء العالم لولادة السيد المسيح عليه السلام في مغارتها. تقع على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب القدس، أسسها الكنعانيون، ويعود تاريخها إلى 3000 سنة قبل الميلاد. مكانتها الدينية جعلتها محط أنظار الملوك والأباطرة والأشراف، وخاصة الملكة هيلانا والدة الإمبراطور قسطنطين الأول، حيث شيدت فيها كنيسة المهد عام 26 و300 للميلاد. فتحها المسلمون في عهد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أمر الخليفة ببناء جامع مقابل كنيسة المهد سمي بجامع عمر بن الخطاب.
توالى على حكمها الصليبيون، ومن ثم حررها السلطان صلاح الدين الأيوبي. خضعت المدينة للحكم العثماني عام 1750، وبقي المسيحيون فيها يتمتعون بحريتهم الدينية التي تحدث عنها الرحالة الفرنسي فولني. كانت المدينة من مراكز الثورة الفلسطينية أثناء الانتداب البريطاني، وفي الفترة التالية لعام 1948 تطورت أحوال بيت لحم، وزاد عدد سكانها نتيجة تدفق اللاجئين من المدن والبلدات الفلسطينية إليها. احتلت القوات الصهيونية عام 1967 مدينة بيت لحم، وانسحبت منها عام 1995، ولكن إخفاق عملية السلام أدى إلى اجتياحها مرة أخرى في العام 2002، حيث تعرضت خلاله كنيسة المهد إلى حصار صهيوني بعد أن تحصن فيها مقاومون فلسطينيون. تعرضت المدينة تحت الاحتلال الصهيوني إلى حملة شرسة من الاستيطان، حيث يبلغ عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المحافظة 33. أما جدار الفصل العنصري فقد ابتلع آلاف الدنومات من أراضي المدينة، فيما تبلغ مساحة المناطق المعزولة بفعل الجدار 161,000 دونم تقريباً. تشتهر في بيت لحم صناعة التحف الخشبية وصناعة الصدف، كما تتميز منطقة بيت لحم بجمال أشكال التطريز. أهم معالم المدينة كنيسة المهد، والتي تعد أقدم كنيسة في العالم، ويوجد فيها مجموعة من الأديرة، منها دير مار سابا ودير مار الياس ودير الجنة المقفلة. يقع في بيت لحم مسجد بلال وبرك سليمان ومغارة الحليب وآبار النبي داود وقصر هيريون. خرجت المدينة العديد من قادة الجهاد والمقاومة، منهم الشهيد عاطف عبيات. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.